توفيق الحاج، استاذ رياضيات المدرسه الاعداديه في الصياده. ما عنديش برشا ونتائج الكولاج، شفت برشا كولاجات معناتها الشيء يعمل كيف، نمشي نعمل زيارات معناتها في كولاجات نرقى معناتها الكولاجات كل كاي في حاله حسنه. جيت لهوني كان نرقى معناتها الوضعيه كارثيه، مدرسه فما سقوفه طايحين، فما الماء يقطر، زملائي معناتها ما ترقاش مرازه وما ترقاش بريز راكب. جاوا الناس بارك الله فيهم عملوا المبادره هذه باش يحسنوا من وضعيه المدرسه الاعداديه، على خاطر التلامذه ضجرت منها وضجرت من ونفرت من الالوان نتاع المدرسه. يلزمها كما قلنا معناتها وضعيه اخرى، يلزم التلامذه ترجع تحب المدرسه هذه، فهمت ولا؟ أمينة رجب، رئيس الغرفه الفنيه الاقتصاديه بالصيادة. احنا اليوم موجودين في الكوليج نتاع صيادة باش نعاونوا في المبادرة اللي انطلقت في ترميم وتحسين المعهد. دونك احنا عندنا جمعتين مع كونات المجتمع المدني مع تلامذة اللي جاوا لهنا كي متطوعين، نحاولوا نحسنوا لو ماكسيموم في الكوليج بالافكتيف بالماتيريال بالفلوس. دونك اللي نجم يكمل يزيد يعاوننا مرحبا بيه، حق نشكر. الصحة اللي خدمة تو عندها بجي قشمة نهار يخدم يتم الصحة. احنا جينا اخويا نكملوا معاه متريف شنو مازال وراه مازال له برشا تحب له وضايا، انا مش عارف انا هذا تحب له شر خدمة اخرى ولا كذا، يقول له عملوه طير يرحم والديهم. اما راه من باقي ما مش باش يكفي يرحم والديكم جاء عندنا، راه منظر فيه ورقص بالله يزع والله العظيم القلب يبكي اصلا كي ريت تخاف شوف. عاونونا يرحم والديهم اللي قاعدين يخبطوا، يرحم والديهم بارك الله فيهم كل معاون وكل زاد يحب يعاون يرحم والديهم. وذا بينا ما عندنا يعاونونا حتى معنويا وماديا يزي هكا هذاك شو نحبه. بارك الله فيكم. أنا محمد علي بن حاج، اختصاصي في الكهرباء. وريت الفيديوهات على الحالة الكارثية اللي كانت في الليسي تاع صيادة، جيت نعرف بلي نقدر وماذا بلي نقدر، وماذا بينا كان ولاد بلادنا يعاونونا بفلوسهم بصحة بدنهم كل اللي يقدر. أخصائي نفساني ناشف المجتمع المدني لمطة صيادة بحجار تونس مستير ولاية مستير. نحب نزيد نشجع المواطنين والمجتمع المدني في صيادة باش يقفوا للمعهد متحمرة، ونحب نقول البلاد ما يقفولها كان مالها صيادة راهي باش تزدهر مكان بالسيادية، ولمطة ما تزدهر كان بالماطة، وبحجار ما تزدهر كان قاعدين نستناو في الدولة باش معناها باش تقوم بالعمل هذايا باش نزيدو ونقعدو نستناو، والدولة راهي ما عندهاش فلوس باش تنجم معناها تنفيستي في التربية. ماذا بها تقريبا ما نعرفش، ماذا بها العباد ما يقراوش، ماذا بها العباد الكل في القهاوي ولا ماذا بها، ما الله أعلم معناها شنو التوجه تاع الدولة ولا يمشيو يقراو في البريفي. احنا رحنا شادين صحيح في المدرسة العمومية، المجهودات هذه سوف تتواصل، والسيدية والماطة سوف يكون الكل كي يد واحدة، مجتمع مدني باش يقفوا لبلدانهم ويطوروا البلدان نتاعهم. القراية راهي هذه القراءة، هذا العلم اللي باش يطلع على الأساتذة باش يطلع على المحامين باش يطلع على الوزراء باش يطلع على الأطباء، اللي هما باش ينقذوا البلاد التونسية، وإن شاء الله من حسن إلى أحسن.
كمال كفار استاذ جامعي كلية الطب المنستي وقريت بالمعهد هذا من زعني 1983 حتى 1995. نحب نشكر أسامة وتلامذة نتاع الكلاج ريمون عملوا خدمة طيارة على الأخر. زرت أنا المعهد في أول صلاع سيتي كاتاستروفيك الحق كلمة يتم معنى الكلمة كاتاستروفيك صحة مهم شاكش بخداء قعدت في حالة رثة على الغاية حق وتو بعد أسبوعين نشوف ما تغير كبير برشا صحة ولات مزينة على الأخر تشرعت طالب الشقر على روحه تحزله معنوياته وهذا بفضل كل الطلبة اللي يقرأوا في السيسون دي ليسيان أقل من 20 عام كلهم ومعهم فلة من الأساتذة وجد جي سي يضع الصحة وفما مواطنين حق ساهم ومنام مساهمة بسيطة منام تشوفوا تأثيرها على المعهد رغم ذلك تبقى تلزم تدخل سريع في الثلاثة قاعات حالة كارثية سقف معناها مهدد بالسقوط لازم السلطات تعاون في الشيء هذا وتتدخل بلوتو بوسيبل باش يتحسن المعهد هذا من مكسب الصيادة والولاد صيادة بالشقراء وزلنا نوقفوا لبلادنا ومؤسساتنا. فرحان ياسر اليوم الحقيقة هي كانت مبادرة من تلامذتي اللي قالوا لي مسيو علاش ما نحسنوش الكوليج بتاعنا وشبيكم عملتوا كان سال دو بروف خاطر في العطلة اللي فاتت عملنا قاعة الأساتذة وقلمنا الأشجار وعملنا تنظيف الجردة عاد تلامذة قالوا لي مسيو علاش ما نعملوش قلت لهم راكم لازم تعاونوني وفيكتيفمون كثر خيرهم بارك الله فيهم تلامذتي وحتى لما يقراوش عندي حتى التلامذه القدماء نتاع المدرسه هذه لباو دعوه وكانوا كل نهار عندنا تو 15 يوم نخدموا باش نبدلوا منظر المدرسه نتاعنا منظرها ان شاء الله يكون تحسن المنظر اللي فيها وبالاطار اللي فيها وسيرتو معاونه تلامذتنا او ياسر هدايا هو من بين التلامذة اللي عاونوني الحقيقة. قداش عندك ياسر بالتالي؟ نتو من هرت لحد هرت لحد اللول في صلاة معنا دينا الكولاج ركحناه عملنا تنظيفات قدينا الحيوط قدينا برشا تطورات الكولاج الله معنا يمسي وحبينا نطوروه على خاطرش كانت حادة وليل نجي يطيح نجم يجرى له أي حاجة معنا احنا نكون معاونين باش نعاونوا كولاجنا وباش ننظموه باش ندهنوه ونعملوا له برشا حاجات معناها فما تلامذة قدوم يعطيهم الصحة جاوا عاونونا تلامذة مش من كولاجنا جاوا يعاونوا فينا باش نركحوا الكولاج الضايع وننظموه ونعملوا فيه برشا تطورات. الحقيقة أني فخور ياسر بتلامذة وفخور بولاد بلادي بلاد بلادي معناها أثبتوا الناس الكل إلا كونوا معناها سيدية رجال والحق يتعامل عليهم. كلاج متاع صيادة هذايا كان خلاه مقاول يطيحش على 100 مليون اليوم معناها من غير إمكانيات وبديناها الشانتي بديناها بخمسين دينار كثر خير الناس الكل كثر خيركم وبارك الله فيكم ونعرف أن أنتم قادرين مش تعملوا مخير نعرف أولادنا قادرين مش تعملوا مخير فما ناس يقولوا شبه الدولة ما تعملش حتى نقول شبه الدولة ما تعملش لكن إذا كان الدولة ما عملتش ما احناش باش نوقفوا غادي وما احناش نخلي ولادنا في الحالة اللي كانوا فيها. احنا توا نخموا في ولادنا نخموا في مستقبل ولادنا ونخموا في فضاء اللي يخلي الأولاد يقرأوا أرواحهم. المشروع هذايا مش باش يوقف المشروع باش يتواصل واخذيناه عهد على نفسنا أنا وبعض الزملاء متاعي والحقيقة خذينا عهد على نفسنا الكلاج هذايا باش يرجع للمستوى الكبير اللي كان فيه ان شاء الله باش ترجع معناها التميز اللي كان فيه وهذايا وعد من عندي اللي كون الكلاج هذايا قبل ما يوفى العام يرجع السيت نتاعو طيب وان شاء الله ربي يوفقنا
بارك الله فيكم نسكم.